هذا شخص تولد في شنقيط، مات باه يعني قبل ما يتولد في عاصفة رسمية رملية، ومحتى هي التوفات وتبناه خالو ولد عمو نيت في نفس الوقت اللي هو حرمه ولد بابانا. ملي وصل ذاك باش يبقى يقرا القران خداوه عند واحد السيده اللي كتقري تتعلم القران. ملي جاو يخلصوا لها الواجب ديالها رفضت، قال لا هو ماشي يتيم، حنا بحال باك لا ماشي لنا يتيم، هذا السيد كيقرا لي الحزب جوج مرات وكيحفظوا، ما كان بدل ما حتى شي مجهود. فتماكت قرا تعلم دابا مع باهي يعرض لك القران كله، ويعرض لك المعلقات السبع شعر الجاهلي المذنبي، عند واحد الذاكره لا تتصور. ملي قررت فرنسا دخل ديك الاعيان ديال المستعمرات ديالها للبرلمان، اختاروا هذاك حرمه ولد بابانا يكون معاهم، وداها مع السينيغال. وجدهم كيتكلموا واحد اللغه ماشي العربيه هي الفرنسيه، خدا الديكسيونير حفظوا ولا كيكتب وكيهضر بالفرنسيه. فاش تنفى المرحوم محمد الخامس كان ديك الساعه موظف للاذاعه الفرنسيه سان لوي، سان لوي في السنغال، وبدات البوليس كيضايقوا، ومشى ركب واحد الباخره ديال الصيد ديال الاسبانيين، تخبع فيها ديال جيل طرفايا، واكتشفوه في الطريق وقرروا يلوحوه في البحر. بدا كيتفاوض معاهم، نضف لي تواليت وندير الكوزينه ونضف البسائل وخليوني وصلوني لطرفايا. وصلوا لتماك لطرفايا وكمل لعند جيش التحرير. سي مبارك بودرقة، صدرتي واحد العدد من الكتب خلال هذه السنوات الاخيره اللي فيها جزء مذكرات، فيها وثائق، يعني في حق التاريخ، يعني تكلمت على عدد من المحطات التاريخيه. يعني اول كتاب صدرتي على رساله باريس لمحمد باهي، يموت الحالم ولا يموت حلمه، اعتقد خمسه الاجزاء رساله باريس. وكتاب كذلك كان اللي هو مذكرات من تجربه هيئه الانصاف والمصالحه، كتحكوا فيها التجربه ديال الانصاف والمصالحه مع احمد شوقي بن يوب الله يرحمه، ومذكرات استاذ عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، احاديث فيما جرى، ثلاثه ديال الاجزاء و بوح الذاكره واشهاد الوثيقه، احداث 3 مارس 1973. واخر كتاب اللي صدرتيه هو بوح الذاكره واشهاد الوثيقه، من حلم الثوره الى فضاء حقوق الانسان، تقريبا مذكره سيره ذاتيه. يعني سيره ذاتيه، هو الاول والثاني كلهم سيره ذاتيه. علاش اختاريتي هذا العمل التوثيقي؟ وكنعرفوا الاهميه ديال هذا العمل التوثيقي للسياسيين في المغرب. اولا باهي شخصيه نادره، شخصيه يعني اللي كيعرفوا قيمته بزاف، والناس في المناضلين اللي عاشوه اللي عاشوا معاه، او المثقفين ديال الوطن العربي او الصحفيين الفرنسيين. هذا شخص تولد في شنقيط، موريتانيا. في موريتانيا شنقيط، تماك من اسره عديمه، مات باه يعني قبل ما يتولد في عاصفه رسميه رمليه، ومحتى هي التوفات وتبناه خالو ولد عمو نيت في نفس الوقت اللي هو حرمه ولد بابانا. ملي وصل ذاك باش يبقى يقرا القران خداوه عند واحد السيده اللي كتقري تتعلم القران. ملي جاو يخلصوا لها الواجب ديالها رفضت، قال لا هو ماشي يتيم، حنا بحال باك لا ماشي لنا يتيم، هذا السيد كيقرا لي الحزب جوج مرات وكيحفظوا، ما كان بدل ما حتى شي مجهود. فتماكت قرا تعلم دابا مع باهي يعرض لك القران كله، ويعرض لك المعلقات السبع شعر الجاهلي المذنبي، عند واحد الذاكره لا تتصور. ملي قررت فرنسا دخل ديك الاعيان ديال المستعمرات ديالها للبرلمان، اختاروا هذاك حرمه ولد بابانا يكون معاهم، وداها مع السينيغال. وجدهم كيتكلموا واحد اللغه ماشي العربيه هي الفرنسيه، خدا الديكسيونير حفظوا ولا كيكتب وكيهضر بالفرنسيه. فاش تنفى المرحوم محمد الخامس كان ديك الساعه موظف للاذاعه الفرنسيه في سانكلو، سان لوي في السنغال، وبدات البوليس كيضايقوا
ومشى ركب واحد الباخرة ديال الصيد ديال الإسبانيين، تخبع فيها ديال جيل طرفايا، واكتشفوه في الطريق وقرروا يلوحوه في البحر. بدا كيتفاوض معهم، نضف لي تواليت وندير الكوزينه ونضف البسائل وخليوني وصلوني لطرفايا. وصلوا لتماك لطرفايا وكمل لعند جيش التحرير. جا عند جيش التحرير وحمل السلاح ديالو تماك مع جيش التحرير في الجنوب، جيش التحرير ديال الجنوب كل ميم. وفي مشى استقر معهم تماك. ملي سال جيش التحرير جا ودار واحد المباراه ديال كان بعدا سيساعد على الفاسيف ديك اللي سميتو اذاعه الصحراء، ودار مباراه ديال التحريريين ديال العالم، هو وعبد الجابري عبد الجبار الصحيمي واحد المجموعه، وجا هو في الاول يعني. وهذيك الكتيبه ديال سيد العالم ايوا تكتب هو سميتو الحقيقيه هو باه، هذا سميتو محمد با حرمه، هذيك كتبات له باهي محمد حرمه، فاحتفظ باهي. ومن بعد ديك حرمه حتى يا تصوطات بقى باهي محمد. الشرق كيقولوا الباهي محمد، ولكن هذا السيد هذا ما عمره حتى يدير رجلو في المدرسه ولا في الجامعه، ولكن حتى تقرا المقال كتاب القران، حافظ القران في هذيك السدره ديال اللي كدار تماك في القبيله ديالهم، كتخرج العلماء تماك. ولكن عنده لما كتقرا تحل غير اي كتاب في كيس رساله باريس كيحلل وكيسميتو. مشى صيفطو السي عبد الرحمن لما كنت لما كان غادي يرجي غادي يدخل نهائيا، صوتو للمطار. انا واحد الصديق الرغاي الله يذكره بخير، وتماك بدا هكا شارد كل شيء باين انت، واللي ما ديرليش اللف والدوران فاش كنتي كتخرج. قال لي انت ما معكش اللف والدوران، انا تنشوف حياتي فيها واحد جوج ثلاث جوج ديال الرحلات، وهذه الثالثه. الرحله الاولى غادرت شنقيط من ذاك الوقت، دابا كنهضروا على 95، ما عمري حطيت مازال رجلي في شنقيط. وصيفتني السي عبد الرحمن اليوسفي اللي كان رئيس التحرير ديال جريده التحرير باش يغطي دخول الجيش الجزائري من الحدود المغربيه لتلمسان الجزائر. قال لي في 62 ما رجعت للمغرب حتى 1982، بعد 20 عام لا الجزائر السودان مشى خلا فين مشى باهي وهاد المسائل. فقال لي هذه رحله حتى هي غادي تكون طويله. وفعلا هذا أسيدي عيطوا له مشى لأمريكا. هذا دابا راه كتبت خمسة الأجزاء ديال رسالة باريس، ودرت الجزء السادس ديال 59، الجزء السادس والسابع ديال التحرير 1959 1964، وغادي نخرج هذا العام الجزء الثامن أيضا ديال هذا ديال التحرير. وإن شاء الله جريدة التحرير داك الشيء اللي كان كيكتب في جريده التحرير، جريده التحرير عاد خصنا نرجعوا لتجميع كل الكتابات ديالو اللي إيه كان يعني اني كنشكر واحد المجموعه ديال الناس اللي ساعدونا. هذاك اولا نحييهم، كاين السي هنوده ديال المصور ديال الاتحاد الشراكي اللي كان كيصور الجريده وكيصيفطها لنا، هذا الشيء تطبع مع في ذاك في الصحراء المغربيه. كنا درت انا والمرحوم شوقي واحد المركز ديال النخيل تماك، وتماك اللي نزل علينا هاد الوحي هذه وطبعنا هاد المسائل. كان كيصور لنا السي هنودا وكيصيفط لنا وكنطبعوا هاد المسائل. وكنشكر واحد الشاب ايضا حتى هو اللي مولوع باهي سي محمود الزاهي اللي هو كيجمع حتى هو ساعدنا في هاد التجميع. والرئيس ديال خلي لنا من لمات باهي خلقنا واحد في باريس، خلقنا حلقه اصدقاء باهي اللي مترأسها عبد الحفيظ مازيغ اللي هو حتى هو كنحيي من هذا المنصب. وقلنا المبدا يعني الغايه ديالنا هو تجميع تراث ونشر باهي. واللي حفزني اكثر فوق جمعت هذا الشيء في الذكرى العشرين ديال وفاه باهي، كان عبد الرحمن منيف كتعرفوا ذاك الروائي المعروف السعودي، كان على فراش الموت كيعيط لي من بيروت ومن دمشق، تيقول لي رجاء عباس ما تحرموش الاجيال من كتابة باهي، وستكتشفون باهي بعد موته. أنا عاشرت باهي 20 سنة، ولما لما كنقرأ المسائل ديال باهي حاليا يعني كنكتشفوا من جديد.